كونفينيات دونك سؤال جاوبونا عليه بالصراحه الكامله راه عمار لازم كانت صراحه فيه فقط كلكم باش تجاوبوا ام بكلمه واحده فقط السؤال الاولاني باش نبدا منك انت يا مينا شكون العبد اللي ارتحت منه في الحجر الصحي كي ما عشت راه خمو مليح عبد من مينا نبدا من زيد باهي العبد اللي ارتحت منه ما عشت راه في ايام الحجر الصحي في الكونفينمون عبد قول هي خير مع 10 زيد والله حبيت منك انت يا اخي يعني قلت قعدت الرفيق والله ليه فما حد خاطر اللي نحبوا الراه عبد ما نحبوش من راه اخي اوبليجي فما عباد اوبليجي ترا كيف انا اوبليجي راك بالصفه صحيت والله ليه والله ليه والله ليه ما فما حتى حد ما فهمش بهج والله انا نحبها برشا اما المره اللي تقضي لي تجيني مره في الجمعه سبعة وربع تنوقز على الباب نتفجع تحلي الشبابك حاسيله هذاك النهار ارتحت منه نهار وليد اما تخلص فيها قعدت ولا بيان سور بيان سور صاحبتي معناها مش به عمار عبد ارتحت منه يهب لمسك والله تعبني عليه في شنو تعبني في الستيري يهبلني برشا ارتحت مع 10 بنقص والله بنقص ارتحت منه بنقص زوجي به حمزه والله انا عندي واحد يعني نجيب له في السلعه شنو السلعه بالضبط انا السلعه جيب لي سوربير راك عندي جمرك جمرك نجيب له دخان يمرجني يلزم السلعه كل يحب ياخذها كان هو دونك ارتحت منه ارتحت منه باه كل ليل رجب خويا عتبه ياسر تصبح علي اعمل ديميتور ما غير لا تخدم لا روح ديريكت عتبه احرش انكر ويا وتوكي مع 10 صفا مالا راح منه في داره مالا راح مالا راح والله ما عنديش واحد ارتحت منه اما برشا. عندي برشا لا والله لا اون غومارك قلت ما اللي فاتت قلت ارتحنا في الكونفينمون بالسياسيين برشا سياسيين فريمون كي هكا يتعاركوا في لي بلاتو ارتحنا منهم وليت برشا طبه هكا كفاءات وكل طوميو هذوما راهم سبع حاجات من مزايا الحجر الصحي العباد اللي تقلقوا من الحجر الصحي دونك فما عباد ما عادش اوبليجي انك تراهم حاجه باهي زيد نرجع لك السؤال الثاني يقول شنو هي الحاجه اللي منعك منها الحجر الصحي منعت منها ارتحت منها حاجه مش عبد حاجه مره هي حاجه ولا القروض قال لك منعنا ولا ما منعنيش انا نعمل عشر هذا دونك انت القرض منعت منها على لا ما زلت ما منعتش هاك انت قصولك وانا قصولي البنوك واضح هاي هيج عندي العشيه قهوه وحاجه حلوه هذوكم كنت كل عشيه تو ارتحت منهم الحمد لله بنقص مصروف لا 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 السكر نحيت السكر عمار شنو الحاجه اللي ارتحت منها؟ القبضه القبضه والله شنو نازلين عليك القبضه؟ عندي عميل وين عندي والله تعبت شنو تخلص برشا اداءات ما؟ تعرف كل مده هذه الثلاث سنين الاخرانيين ممكن بداو بالجوارات شويه قاعدين. اي قداش بورسونتاج من الشهريه؟ ما قلتش قداش تخلص دقازه. كل مره كيفاش تجي؟ اي كل مره ما دام مصلحه الدوله دونك لا غالب. لا غالب. باهي حمزه. انا والله يعني ما نخرجش برشا في العاده يا خدمه يا دار يا نحوس. فماش حاجه ارتحت منها؟ حاجه ارتحت منها اني نحب ارتحت منها منعت منها اي منعت منها ارتحت منها نحب الركشه انا بطبيعتي جيت بطبيعتها باش دارنا ما عادش يمرجوني ايش بيك نهار كامل في الدار نهار كامل في الدار لو كنت نهار كامل في الدار تو واضح ما لازم تقعد في الدار اي كليب انا ارتحت من شباتي خويا والله العظيم والله نموت انا على الحكايه هذوما ماكله في الشارع تعرف امين كنت عدى بحظه حانوت شباتي حتى مراش فمي يولي يمغض وحده ندور نلقى فمي يتحرك نتلفت نلقى حانوت يزي خويا ارتحت من شباتي مينات 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 نقولوا لو شوبينغ اكسيسيف معناتها كي تمشي تشري حاجه وانت ما حاشكش بها كنت كيكه انت قبل اي كنت عندي شويه المرض اي زيد شنو هي الموهبه شنو الموهبه اللي اكتشفتها في روحك في الحجر الصح؟ مولع بنرمي نصفر طلعت في بالي شو فهمت ليه؟ شو ان كان ديزيسبيغي يا فقت بروحي منبهر بنرمي نصفر نرمي نصفر براك فما قطاع كامل بتاع الرقصات مضرورين عمركم ليش جبتوهم في البلاتو تمشي وتعرفهم صحيح لا حتى توما تمشي وراهم في الوتله وكل ما حكيتوش عليهم شهر نهار تعملوا لهم برنامج مضروب قطاع مضروب الطبخ طلعت موهوبه طلعت عندك موهبه في الطبخ باهي عمار دربيك يزي عاد والله كان قدر جبت لك دربيك مغروم بالدربيك طلع اي طلعت تنجح خويا تنجح باهي حمزه عاد سوي ما كانش لهنا يا حمزه وي يا شنو هي الحاجه الموهبه اللي اكتشفتها عندك في الحجر الصح كنت نبقى نص ساعه ساعه على اللايف وليت نبقى اربع سوايع اربع سوايع عندك موهبه ما عنده نفس لايف باهي مازي كل انا اكتشفت لي انا ربط بيض ممتاز اخويا دقيقه نتاع ربي نغسل صابون بيد واحده معناها ننشره بصبوعه واحد الحمد لله يا ربي تفضل بدك باش تعرف النساء شي يعانيوك يقعدوا في الدار
والله لا، أما ناكل ياسر أمين كرشي ينقصها بريز وتولي فرجيدير. راني ناكل مصلي عني ببر برا قوة. باهي أمين هاي أمين هاي. أنا اكتشفت اللي ما فما حتى قوة عظمى باش تدخلني للكوجينة، خاطر حتى في الكونفينمون وما دخلتش للكوجينة. دونك ما عندكش موهبة. ما عنديش موهبة. موهبة هي راسك صحيح. هذه موهبة. زيد قداش من وجبة وليت تاكل في النهار؟ أربعة خمسة. والله أربعة خمسة نيك واحد من القلق تمشي الكوجينة تاكله ترب متعطر مع شوية أسمع كان قلتها أنا هذية راهو يقول لي وعاون الزويلي ونسي عانين ودرا شنوها كان قلتها أنا راهو بحرت إحنا دارنا مش أكتر ونص أي هجر لا وجبتين وجبتين كهو هاك زين ماكش كي لعبين الصباح ومن بعد مع الستة ناكل وبعد كهو مع الشيزين في الدار تقشف وكبنتها تاكل وجبة ثالثة بوني باهي عمار وجبة خفيفة الصباح وواحدة في الليل كهو؟ ثلاثة عمار ما تبش تحافظ على الماكلة نتاعك باش ما ترجعش مانيش نتراني ونزيد ناكلوا على بعض بلال صحاب انت ايه ولا بلال عيف؟ لعبت انا وياه كيب ناسيونال وشوية الكلوب معناتها كريتو كيفاش معناتها تحلوا من بعد عاود مشى عمل ريديوكاسيون برشا تعب برشا تعب باهي حمزة عاودك سؤال؟ اي عاود لا ما عنيش علاش الوجبة اللي تاكل في بعض الناس؟ في بعضهم هكا يا هو اسمع شو من مظاهر في الجلال الناس والناس قداش من وجبة اللي تاكل في النهار؟ زوز كهو زوز كهو كله منظم انا ثلاثة مرات في النهار اما في الليل خمسة ثمانية كهو صبحي صبحي انا ثلاثة زوز وفي الليل خفيفة شوي باهي تعلمت تعامل على روحك في التطيب والقاضي نتاع دار زياد ولا لا؟ لا باهي بيان سور باهي عمار دونك جيماجين وحدك تسمع دونك طيب وحدك تقضي وحدك تنظف وحدك طيب بون اختي طيب لي خاطر امي في فرنسا خاطر تشديت شويه في اما تقلقش من الوحده تو لا ما نقلقش عندي زوز من الناس يجيو بحذايا شي زوز من الناس معناتها زوز صحاب كل زوز صحاب يعني زوز صحاب يجيو بحذايا هكا هكا تعاود السؤال انا اكثر واحد يقضي يعني يجيب القاضي من برا اما في الدار ما تقضي من الشيء كل انا نقصني كام فاير هكا وكل شيء نعمل فرش نعمل عكسه فهمت ونرقد شعري هكا على جنب والحمد لله ربي يستر لي بقى علي الستر يا ميمه انا نحب نقول كلمه كهو نحب نقول ربي خلي لي ميمتي ومهنيه وفضيله باه قداش نقصت وحر الراس نتاعك زيد خليك معايا زيد سيبها مرجتها قداش نقصت زيد من المصروف حسب التقريب والله نقص المصروف ولا ان شاء الله ربي يطبق ما دام نقصت ماشي الكباريات وكل انا كباريات بربي لغتي انا نخدم ماتينال كل صباح لا نصل لا شيء اما وي المصروف الزيت ساندويتش كذا اي حسب التقريب في الجمعه قداش نقص فما 60% من المصروف نقص 60% فما حتى 70% 70% انت تصرف في جمله انت ما تصرف حتى تعرف انت انا نعرف انت بحكايه تصرف يا ودي المره اللي فاتت خذينا بيتزا ب 18000 انا وياه وميغال ومرجتنا يا زي ما تذكرنيش والله مرجت 18000 مرجتنا سي بون كل باهي عمار قداش نقصت مصروف 60% 60% سي بيان باه حمزه 60% كلاب نقصت 150000 ماكله نتاع الشارع اما زدت 500000 والله العظيم فارينه وسكر فانيليا وخميره وزبده نقصت حسب التقريب 80% 80% في شنو الشوبينغ هذاك لقيت كان تعمل شوبينغ خمم مليح في هذا زياد كان جاء الحجر الصحي عبد شكون يكون؟ تقول له عبد الحجر الصحي شكون العبد هذا؟ أمينة ستاء عليه؟ خاطر مرا منظمة وقانون جاية وكل والله ما حليت والله له قحرة حتى والله ما حليت ونرمي نصفر زاد هاي هجرة زياد مكي عليه الحجر على خاطر تحسب روحك تقول اسي فهمت العبد هذا ماكش مش تفهمه وحاجه اخرى تقول ها وقف من الكلاش ومن الدك ومن الواحد ما هوش مش يقف متواصل كيما الحجر الصحي عمار ياسين شيخاوي عليه مستوي ما يتحرك ولا يخرج لا يتحرك تعبك معاه ما يخرج ما يخرج ما يخرج بكل جامع دار جامع ما هو اللي انت كيفه علاش تحبه هو اللي كيفه حمزه الوالد عليه على خاطر حتى لو كان مثلا نسهر ولا ناكل حتى حاجه حلوه في الليل باش نرقد ولا حكايه ما
قول لي ليه واش بيك سهر توا ما تاكلش هذيك ما تعملش هذيا ممكن تقلقك ممكن ديما كيف معناتها ننظم باه كل ليله هاجر خويا كان جاي الحجر الصحي عبد يهاجر الشيح معلم ما تشوف شيء لا ماكله لا خروج عايش ب 200 فرنك في الجمعه والله انا نعرف 200 فرنك في الجمعه تقتصد يا خويا صايب عليك تقتصد كون كون تخاف في مستقبلك يا ولدي جديد انا مستقبل عايش خويا يرحم والديك صحيح كمل انتوا توا حياتي باش تبدا ربي يطول في عمرها امين هاي ان الحجر الصحي نحبه راه انا كاجر حجر صحي عبد راهو بابا حنقعد بحذيه نسمع حكاياته ونسمع ونعنقه وكل شيء ربي يفضله.